احنا اليوم موجودين في جامعة القدس منطقة أبو ديس لتنفيذ مناورة بالشراكة والتعاون مع الدفاع المدني الفلسطيني وجامعة القدس. تهدف هذه المناورة لاختبار القدرات والتهيئة لا سمح الله إن كان في هناك حدث يحصل في الجامعة، خصوصا أنه مجتمع الجامعة مجتمع كبير فيه عدد كبير من الطلاب. فهذه المناورة تحاكي وجود حدث تسرب مواد كيماوية في مختبرات الجامعة. فإحنا لبينا النداء كمستجيب أول، نعم اتحركنا للموقع هان مباشرة. فإحنا كان دورنا هان هو إبعاد الناس الحفاظ على حياتهم من الموقع والمكان. الهدف من هذه المناورة التي قمنا فيها هي تعزيز قوة وقدرة رجال الدفاع المدني على حماية الأرواح والممتلكات وحماية الطلاب من كافة المخاطر المتقدمة التي ستكون في المستقبل لا سمح الله. وهذه الفعاليات من شأنها تعريف الطلبة مجتمع الجامعة بالكثير من الفعاليات الدولية والعالمية اللي من ضمنها الحد من الكوارث على مستوى العالم. جامعة القدس باتت نموذج للأنشطة المجتمعية والأنشطة اللي من شأنها رفع كفاءة أفراد المجتمع ومن شأنها توجيه المجتمع ومن شأنها رفع الوعي لدى مجتمع الجامعة.